تحية عابرة، مداخلة بعنوان السخرية الفلسفية وفقا لفلاديمير يانكليفيتش. مقدمة: ما هي السخرية؟ ما هي الأشكال الساخرة؟ ما هي الأثرات المتولدة عنها؟ أيضا الكثير من الأسئلة الدقيقة التي يجيب عليها فلاديمير يانكليفيتش، مولود 1903 المتوفي 1985، ليس دون سخرية بنفسه بمساعدة عدد لا حصر له من الأمثلة التي تظهر ثقافته الهائلة الموسيقية والفلسفية على حد سواء. باختصار، ما هي السخرية إن لم يكن الوعي، بل الوعي الصالح السعيد، هكذا يتم تمييزه عن الرياء والتهكم. لا يوجد فكاهة دون حب، ولا سخرية دون فرح. باختصار، السخرية تنقذ ما يمكن إنقاذه، إنها قاتل الأوهام في كل مكان، تنسج خيوط العنكبوت حيث يتم القبض على المتحذلقين والمغرورين والغريبين. يا للسخرية، إنها الحرية الحقيقية، صرخ برودون من أعمق زنزانته في سان بلاجي. سخرية تدعو إلى التشكيك في كل شيء، ومن خلال أسئلتها الطائشة تفسد أي تعريف وتعطل في أي لحظة تحذلق الوعي المستعد للاستقرار في استنتاج مرضي. وبفضل السخرية يتنفس الفكر بخفة أكبر عندما يتعرف على نفسه وهو يرقص ويصرخ في مرآة التفكير. يقول الساخر شيئا آخر غير ما يعتقده، ولكنه على عكس الكذب والمنافق يجعل الشيء مفهوما بخلاف ما يقوله. ولذلك فإن السخرية ادعى أنها تأخذ أن يانكليفيتش يأخذ حرف السخرية ولكنه يفسد الروح. والسخرية تختصر وتجزأ وتكسر استمرارية الخطاب وتؤسس للحوار والجدلية، تتوقف على طول الطريق من باب الزهد لتجنب الوقوع في تهاون الرثاء. وهكذا تصبح السخرية أو المحاكاة الساخرة قابل للاكتشاف. السخرية تتبنى خطاب الآخرين، ولكن يمكن التعرف عليه من خلال حقيقة أنها تقلصه وتشذيه، تبعثر الوعي المظلم نفسه. وهو موضوع السخرية، لا يكتفي الساخر بكونه ذكيا، فهو لا يسخر من الأفكار فحسب وهو أمر سهل، بل يسخر أيضا من غرائزه الخاصة التي تقدم المزيد من الصعوبات. قصده إيتيق من خلال هذا الانعطاف يجعل الشخص الساخر يدرك أخطائه وفضائحه حتى يصبح هو نفسه على علم بها. فما هي الدلالة الفلسفية للسخرية حسب فلاديمير يانكليفيتش؟ وما هي وظائفها، وظائف السخرية وتأثيراتها؟ نبدأ أولا بتقديم كتاب يانكليفيتش حول السخرية لروني. السخرية مقالة كتبها الفيلسوف الفرنسي فلاديمير يانكليفيتش عام 1936، وبرغم هذا التاريخ المتقدم في القرن العشرين، إلا أنها ظلت هيمن على المشهد الفلسفي والأدبي إلى الآن منذ ذلك الحين. ويحدد يانكليفيتش مفهوم السخرية بأفكار قديمة، ولكن أيضا بمفاهيم خاصة بعصره. يعكس عمله أعمال كيركيغارد، ولا سيما أطروحته حول مفهوم السخرية المرتبط باستمرار بسقراط. لكن ما الفرق بين السخرية عند سقراط، والسخرية عند كيركيغارد، والسخرية عند يانكليفيتش؟ الفصول الثلاث التي تتكون منها المقال تتكون من أفكار حول حركة الوعي الساخرة، وسخرية الأمور، والسخرية الذاتية من حيث الاقتصاد، والسخرية الذاتية من حيث فن اللمس والعلم الزائف المثير للسخرية والخدعة وأنواع السر والرمز وانقلاب مثير للسخرية والتبخيس والسخرية أو المطابقة الساخرة ومصائد السخرية والارتباك والدوخة والملل والاحتمالية وروح الدعابة والألعاب الحب والفكاهة. نبدأ بالفصل الأول، حركة الوعي الساخرة. استحضر يانكليفيتش الفيلسوف اليوناني سقراط الذي يمثل بالنسبة له المثل الأعلى المستمر الساخر. وقد مثله سقراط في أنه كان يزعج المدينة باستمرار في معتقداتها وأخطائها ليقودها نحو الحرية، حرية التفكير. ومن ثم فإن سخريته تمر عبر التحويل، عبر التغيير، عبر الغربلة. بل قد يكون سقراط سفسطائيًا، يعني خطأ مخطأ، ولكن هذه السخرية يمكن أن يتبين أنها خطيرة للغاية. قد مات سقراط بسببها، لقد جلبت له الموت والمحاكمة. سخرية الأمور أولا، الفصل الأول من يعني الفكرة الأولى أو الفقرة الأولى من الفصل الأول. تتمتع السخرية بخصوصية تقسيم موضوع إلى جانبين، الكل والشيء.
كما أن لها 3 خصائص: المدة، الديمومة، والمسافة، والتعايش. كما يتم تعريف السخرية بأن أيضا فيما يتعلق بالجدية، على النقيض من ذلك الجدية هي ما يسمح بالسخرية من الآخرين وتسبقها بفضل التسول الأكثر موضوعية للآخر، لكنها أيضا ما يسمح للآخرين بالسخرية من أنفسهم. يعني ليست فقط السخرية من الآخرين، بل هي السخرية من الذات. من ناحية أخرى، من الصعب أن تكون ساخرا من نفسك، لأنه يجب عليك بعد ذلك أن تكون موضوعا خاص بك. بعد ذلك الفكرة الثانية هي السخرية الذاتية. الاقتصاد يؤكد يون كليميتش رؤية حتمية لأصل الكائنات والأحداث، وبالتالي في هذه الخاصية السخرية الذاتية توفر نقطة ربط للسخرية، لأن كل شيء مادي. السخرية هي أيضا وعي بمحدودية الأشياء، إنها طريقة واضحة. وهكذا في حديثه عن الحب يدافع يون كليميتش عن أنه بالنسبة للساخر الشعور لا يدوم أبدا إلا حتى إشعارا آخر. ويختم هذا الفصل أو هذه الفكرة من هذا الفصل، الفكرة الثانية، يعني بطرح سؤال: هل السخرية، أليست السخرية إلا وجه من وجوه الحكمة؟ يعني أليست السخرية وجه من وجوه الحكمة؟ السخرية هي حكمة، إنها تقترب من الحكمة لأنها معرفة الأشياء والاستعداد لأحداث الحياة غير يعني المنتظرة. بعد ذلك نتحدث عن السخرية الذاتية بما هي فن اللمس وليس فقط الاقتصاد. ساخر هو دبلوماسي، لا يريد يعني أن يتأسف على أي شيء فات أو لم يأتي، أو يلحق ضرر بأي شيء على أو يتركه على ما يرام. عليه أن يؤكد كل شيء باستخفاف ومع معرفته بالتعايش، فإن الساخر هو أيضا نسبوي. علاوة على ذلك، فهو لا يركز حصريا على أشياء معينة، بالعكس من ذلك فهو يثير حوله عند ساعة معينة، وسيكون مذهبه عندئذ القليل من كل شيء عند تلك الساعة. يعني ساعة عند الساعة معينة، ولكنه سيعرف القليل من كل شيء عند تلك الساعة. وهكذا يتم دفع الساخر دائما إلى أبعد من ذلك بفضل هذا الانفتاح الذي يتيح له شكل من أشكال الحرية. في الواقع أنه يحرر نفسه من تصور الأحد الجانب للعالم ومن تصوره الأحد الجانب لنفسه. هذا الفصل الأول، يعني الذي يتكون من 3 أفكار: سخرية الأمور، سخرية ذاتية ومن حيث هي اقتصاد، سخرية ذاتية ومن حيث هي فن اللمس. الفصل الثاني: العلم بالزيف والخدع. يؤكد فلاديمير يانكليفيتش أننا لا نستطيع تعريف السخرية، ولكن هي ليست عاصية على الوصف، ولذلك سيسعى إلى التفلسف على كيفيتها وجودتها. يبدأ بأنواع السر والرمز. الكلام الساخر هو إحدى طرق التعبير عن الذات، وهو لوغوس. لوغوس، نعم، هو لوغوس بيان، ويعني بيان عن الذات. ومع ذلك فالفلسفة، ومع ذلك فإن السخرية يعني هي قريبة بشكل خاص من الاستعارة، لأنها تحقق شيء وتقول شيئا آخر بطريقتها الخاصة. لكن ما يقال بالإضافة إلى كونها آخر هو أيضا خطأ. في الواقع يعتقد يانكليفيتش أن الكلام الصادق أمر مستحيل، لأن اللغة لا تستطيع الكشف عن جميع الفروق الدقيقة في الفكر. فاللغة إذن هي عائق عضوي يسمح ويمنع، هي مستحيل ضروري. لذا يجب علينا التغلب على هذا التناقض، أن نتعلم القراءة بين حدود الكلام الذمنية. وكذا يتقن الساخر نوع من فن السرية، أي القدرة على الاختباء تورية. لكن السخرية تسمح بالحقيقة أيضا عداء عن إخفائها، لأن الساخر يكشفها بوسائل غير مباشرة. إن هذا الغموض بين الوحي والتحويل هو أساس كل سخرية. بعد بذلك الفكرة الموالية انقلاب مثير للسخرية. السخرية أيضا لعبة، إلى حد أنها تحتوي على حركة جدلية ذهابا وإيابا من العكس إلى العكس، من الذد إلى الذد. وبالتالي يستطيع الساخر أن يصنع ويبدل، على عكس الفنان الذي يبدع فقط. يعني هذا التذبذب، هذا التأرجح بين النقيضين عند ساعة معينة مفيد، فهو يسمح لنا بالمضي قدما، مثل بينو لوب فينولوب، وهو
وهي تنسج وتدمر عملها في الليل، كما أن السخرية تعارض الكذب لأنها أنانية، فهي تنتج عن الرغبة في خداع الآخر دون خداع. السخر ليس ضد المسخر بل معه، يخلق كذبة تدمر نفسها ككذبة من خلال النطق بنفسه وتحرر المخدوعين من الوهم. في سن 11 تؤدي هذه العملية إلى الحقيقة وتؤدي إلى الأعلى، على عكس الكذبة التي تسحب إلى الأسفل. لذلك استخدم الساخر ذكاءه للتغلب على المظهر المعاكس. إنها سخرية تخلق الانقلاب، إن الساخر يخلق انقلاب، إنه يخلق انقلاب مما يتسبب في أن الشيء نفسه لم يعد هو نفسه بل آخر. بعد ذلك، بعد انقلاب، نتحدث عن التبخيس. التبخيس هو شكل من أشكال الكلام، يقول الكثير بالقليل، وهو شكل طبيعي للسخرية. وهذا التهوين أو التخفيض هو من أكثر إلى أقل، هو الاتجاه الطبيعي للتفكير، يعني الساخر للتفكير الساخر، يعني المذكور في الفصل الأول. وهكذا يحاول الساخر أن يظهر نفسه بمظهر سيء ليخفي تيبته، على عكس المنافق، بل يمكنه أن يقبل بأقل من ذلك، مثل عدم قول سقراط كلمة واحدة أثناء محاكمته. وهذا البحث عن الحد الأدنى يدفع الشخص الساخر إلى التأمل من أجل فهم الحقيقة. في الواقع، إذا كانت سخرية تفتت الكليات الخانقة أو السخيفة، فإنها ستقيم مكانها كلية هوائية. إن العبور نحو الأقل هو مجرد انتقال عابر للوصول إلى الأكثر. بعد ذلك، الفكرة الموالية إزالة الأقنعة عن الشر. يحاول الشرير دائما أن ينظر نفسه على أنه بخير، ومن هنا تأتي أهمية الساخر الذي يزيل الأقنعة، لأنه يجبر الظالم على أن يكون ما هو عليه. ثم يبيد الشرير نفسه، وسخرية ساخرة هي الأكثر اقتصاد في تجنب القتال العقيم ضد القوى السلبية. وكذا يظهر الساخر سخرية جذرية، لأنه يذهب إلى حد أن يصبح شريرا، فهو يجمع بين السخرية والشر في شخص واحد هو نفسه، ليخرج فضيحة الشر إلى وضح النهار. بعد ذلك، نتحدث عن المطابقة الساخرة. مع ذلك، إن الساخر منعزل في فضيحته، يعني على عكس الساخر الملتزم الذي ينتمي إلى الجماهير، ينضم إلى الجوقة مع الجمهور، إنه يتخذ مظهر القاعدة لكي لا يلاحظه أحد. هذه هي حالة سقراط الذي يتخذ مظهر المواطنين المثاليين لإرباكهم بشكل أفضل. إن تقدير الساخر الملتزم يسمح له بانتقاد الآخرين من الداخل. تتعارض السخرية المتمثلة أو المطابقة مع التطرف الممتثلة، تتعارض السخرية الممتثلة مع التطرف الممتثل الذي يرفض باستمرار بقية الآراء. لكن هذا السلوك يظل وفقا ليانكليفيتش هو الأكثر امتثالا على الإطلاق. ومع ذلك، فإن السخرية من خلال موضوعياتها تخاطر بتدمير كل أمل وكل خيال، بل يمكن أن تخاطر بالانغماس في الشر والأكاذيب الساخرة. الفصل الثاني الذي رأينا فيه أربع أفكار: أنواع السر والرمز، ثم انقلاب مثير للسخرية، ثم التبخيس من حيث هو تهوين وتخفيض، ثم إزالة الأقنعة عن الشر كشكل من أشكال السخرية، ثم المطابقة الساخرة. في الفصل الثالث سنتحدث عن مصائد السخرية. يعترف يانكليفيتش بأن السخرية فن الدقة، لأن إذا دفعت إلى بعد من ذلك أو لم تكن بحيطة بما فيه الكفاية، فإنها تنقلب بسهولة ضد مؤلفها، ضد فاعلها، وضد منتجها. ويحدد مظلتين يمكن أن تحد من ذلك: الانزلاق السخري إلى المرح، وانتكاسة الاستعارة إلى التهكم الساذج في يعني بعد ذلك نتحدث عن بعد هذه مصائد السخرية.
أولا الارتباك، تستمتع السخرية بخصوصية قلب كل شيء رأسا على عقب. فالساخر هو شخص آخر غير نفسه، يعني يمزج الساخر كل شيء، الحب والموت، النغمة والأغنية الجزائرية، أجراس الزفاف وأجراس الموت، في اللعب بالكلمات لكنه مع ذلك يخاطر بخسارة نفسه، لكنه يسقط في الدوخة والملل. كما أن السخرية تخاطر بالدوخة بالإضافة إلى الضياع. في الواقع نحن لا نسيء فهم أنفسنا عندما نسخر من أنفسنا ومن الآخرين فحسب، بل إن الوعي يسيء فهم نفسه. يمكن أن ينتهي الأمر إلى شعور وتصديق نفسه بما يتظاهر بأنه يؤمن به، على الرغم من أن السخرية يتم تعريفها من خلال مبدأ الوضوح وضبط النفس والتفوق والانفصال الواعي. لكن الخطر الآخر للسخرية، الخطر الآخر للسخرية هو الملل. في الواقع من خلال التغيير المستمر، لأن دائما ما يكون شخص لأن الساخر دائما ما يكون شخصا آخر، يعني في مكان آخر دائما في وقت لاحق، يعني يفقد الساخر كل رباطة جيشه في زمن معين. كونه كل شيء لم يعد لا شيء، وبفعل خيانة الجميع تظل السخرية وحيدة نحيفة ومخيبة للآمال. لكن هناك إمكانية، هناك احتمالية، ولذلك فإن السخرية خطيرة بالنسبة للمتهكم، لكنها تمثل خطرا آخر بالنسبة للمسخورين. في الواقع موضوع السخرية، الأشخاص الذين يكونون موضوع السخرية في الواقع لم يعد الأخير، يعني من هو موضوع السخرية، قادر على اعتبار أي شيء صحيح، لأن السخرية خفيفة جدا حقا. ثم يضطر الأخير إلى أن يصبح متشككا برفض كل الحقائق، أو نسبويا بقبولها جميعا. المشكلة أيضا هي أننا يمكن أن نتهم أصحاب السخرية بأنهم يتجنبون المشاكل الكبرى من خلال السخرية، عندما يزعمون أنهم ينتقدونهم بشكل مباشر. لكن هناك علاقة بين السخرية وروح الدعابة. لكن إذا كان السخرية تقلل من شأن التفاصيل، فإنها تحترم الواقع برمته بشكل أفضل، إنها تتيح لنا نحن ساخرين أن نكتسب العلو سمو، وبالتالي فإن لدينا نقاط مشتركة مع التواضع، احترام اللغز في التفكير قبل العمل، والاقتصاد الأثر النافع. لكن السخرية لها إضافة نوعية على التواضع، وهي أنها تستخدم ستار من النكت، من الدعابة. وعندما تتمكن من أن تكون جادة فإنها تكون مرحة، لأنها تحافظ على نوع من التعاطف مع الشخص الساخر. هدفها ليس الاستهزاء بالموضوع أو بالذات أو مواجهتها، بل مساعدتها والتعاطف معها. بعد ذلك هناك ألعاب من الحب والفكاهة في السخرية، تسمح لنا السخرية بالمضي قدما من خلال التدمير، اختراق، لكن الاحترام يعيد في أي وقت ما أبطلته السخرية. بالإضافة إلى ذلك فإن السخرية قريبة من الحب والفكاهة من خلال بساطتهما وغموضهما ووضوحهما. في نهاية المطاف فإن هدف السخرية ليس التدمير أو التحويل، بل خلق عقل بريء وقلب ملهم. خاتمة يقدم يانكليفيتش السخرية باعتباره وعيها، الوعي باعتبار الوضوح الذي يرغب في رؤية الضوء، رؤية النور يسطع في كل مكان، باعتبارها استبصار تلعب لعبة الغباء، أو يلعب الساخر لعبة الغباء لمساعدته على تجميع نفسها. ثم يقارن يانكليفيتش السخرية وبعض المواقف المرتبطة بها، الرياء، التهكم، يعني الأكاذيب التي تسعى إلى تحقيق أهداف شريرة. وأخيرا يبين يانكليفيتش مخاطر السخرية التي تقع أحيانا في فخاخها. ولا نرى ما يجلب هذا الكتاب إلى الفلسفة سوى إلقاء اللوم عليه، في هذا سيكون بلا شك يفتقر إلى الفكاهة. ومع ذلك فإن قراءته ساحرة، سنحب إغراء وخفة أسلوبه وثراء مفرداته وبراعة تحليلاته التي قدمه العديد من الأمثلة المستعارة من الأدب والموسيقى.
قبل كل شيء نتساءل عما إذا كنا، من خلال رؤية الشر والغباء والغرور، وما إلى ذلك قد تم تدميرها من خلال السخرية، من خلال ابتهاجنا بانتصار البراعة واللطف والبساطة، كما لو كنا في صفها. ولا يمكننا عدم السخرية، من أبشع صورها وأنفع انتصارا لها سخرية إنشاء أرضية للتواطؤ مع الآخرين لعالم مشترك. أن تكون ساخرا يعني أن تظهر بطريقة يمكن أن تكون قاسيا أو ساخرة أو حتى حدود وجهة نظر الآخر، يعني إلى حد حدود وجهة نظر الآخر، ولكن في نفس الوقت تمنحها الوسائل لفهم خطائها وتصحيحها. يلخص فلاديمير يانكليفيتش في كتابه السخرية هذه الفكرة بشكل جيد بقوله أن السخرية تميل إلى أولئك الذين تضللهم، ومن ثم يصبح طقس كايروس السخرية فرصة مواتية لتقدم الآخر بقدر ما تتقدم علاقته به. لذلك فإن السخرية ليس لها معنى إلا في الذاتية المتبادلة في العلاقة، ولحظة ساخرة غير مفهومة ليس لها معنى، حتى أن هي التي تخاطر بالسخرية من فاعلها. على العكس من ذلك فإن السخرية لها معنى مستقل عن استقبالها، فنوعيتها لا تعتمد على العلاقة التي تقيمها بين المستهزأ والمستهزأ به. سوف يذهب يانكليفيتش إلى حد جعل السخرية هي فعل الوعي ذاته بقدر ما تخلق مسافة من المباشرة. السخرية هي ابتسامة العقل، والسخرية ليست سوى تعرية. كيف تساعد السخرية الناس على التخلص من الأغلال والتحرر من الخضوع للآخرين وتحقيق الاستقلالية الفكرية؟ شكرا جزيلا حسب انتباه. هذه هي مداخلتنا حول السخرية الفلسفية وفقا لفلاديمير يانكليفيتش. أرجو أن تكون هذه المداخلة الفلسفية التي عادت بنا إلى سقراط ويعني كيركيغارد وغيره من الأدباء والموسيقيين قد نالت رضاكم. إلى اللقاء.